على الصحيح ليس موجب وليس سالب. طبعا احنا عارفين ان الصفر ولا موجب ولا سالب، وهو ده اللي مش موجب ومش سالب. يعني احنا مش هل كل تمام؟ الاعداد التالية عدد صحيح ما عدا مين؟ مين الوحيد اللي في دول اللي مش؟ كل الاعداد الاتية تمثل عدد صحيح ما عدا رقم معين، ايه هو؟ 5 من 10، لان ده خمسة عدد نسبي. قلنا لما نحط علامة 10 يبقى أصبح عدد نسبي، لكن 23 عادي عدد صحيح، الصفر عدد صحيح، لكن النص هو الوحيد اللي مش عدد صحيح. لا ينتمي الصفر لأعداد مين؟ قلنا أعداد العد، أول ما ببدأ أعد ينفع أعد من أول الصفر؟ لا، بعد 1 2 3 4 5، يبقى أول، يبقى ده ما بينتميش للعد. أما لو ينفع يبقى من الأعداد الصحيحة، موجود في الأعداد الصحيحة وموجود في الأعداد الطبيعية. 300 على 10 بقسمها ازاي؟ بطير الاصفار الاول مع بعض يفضل 30، سالب 9 وسالب 5. طبعا السالب 5 اكبر من السالب 9. المعكوس الجمعي بنغير الاشارة، يعني هو جايب لي هنا بالسالب انا احطها بالموجب. العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 8، قلنا كلمة السابق يعني الاصغر، اللي أصغر على طول من 8 يبقى 7. العامل المشترك لجميع الأعداد الواحد، قلنا الواحد هو العامل المشترك لجميع الأعداد. قلنا بناخد اللي متكرر، الاتنين متكررة هنا وهنا فهكتبها بره. أخدتها يفضل مين؟ يفضل 3 أهي، ويفضل هنا كام؟ 4 أهي. ماشي، مش المفروض نضرب الاتنين في 3 والاتنين في 4؟ ما انت هتضربهم يا محمد، ما هي 2 في 3 اهم، 2 في 3 ب6، واتنين في اربعة اهي، ما 2 في 4 اهي 8. تمام، يعني المفروض ما اكتبش الناتج اللي هو 6 و8 هنا. لا، ما هو اصلا نتيجة 6 و8 هنا اهو، هو اصلا نتيجة كان 6 وده نتيجة كان 8، فانت حطيت 2 في 3 عشان 6 وحطيت 2 في 4 عشان 8. هو هنا والله مسهلها لك محللها. لخبطني. دلوقتي قسم 23 على 5، هشوف جدول 5 أقرب حاجة، 5 في 4 ب20، هيتبقى لي كام؟ على 20 هيتبقى لي 3. في ناس ما كتبوليش الباقي 3 وحسبتها لهم صح، بس كملوها يعني قسموها قسمة مطولة، بس الكلام ده ما ينفعش. طالما طالب منك كنت المفروض إيه تقولي الباقي 3. 5 في 4 ب20، ونطرح 3 من 23 ناقص 20 3، راحوا حاطين بوينت ومزودين زيرو، و6 في 5 ب30 راحوا قايلين 4.6. مشيتي فين؟ صحيح. رحتي أنا فين هنا يا اسطى؟ باقيك يصمت. في باب؟ بس أنا حليت نص صح، بس السؤال ده عليه كل درجة، لو حليت نصها صح يبقى أكيد خدت نص درجة. لا، ما خدتش نص درجة عليها، بس لا، المفروض كده كنا واخد نص درجة، لأن أنا جاوبت نفس الإجابة اللي حضرتك جاوبتيها. أنت لو شفت انت الورقة بتاعتك يا عبد الله؟ بس أما أنا عرفت منين إنك ما خدتش. صح، راتب بون تصاعديا من الصغير للكبير، أصغر حاجة هنا سالب 7، بعدين السالب 5، وبعدين السالب 1، والأربعة، والست. بس هو لو أجبت في السؤال اللي هو باقي قسمة 23 من 5 4 وباقي 6، بتتحسب أو لأ؟ لا طبعا، هي الإجابة 4 والباقي 6 إزاي؟ تمام. العامل المشترك الأكبر للعددين 25 و35، لما نيجي نحس اللي نشوف المشترك هنلاقي الخمسة. اللي هيتبقى من عوامل 25 هنا 5، واللي هيتبقى من عوامل 35 هنا كام؟ 7. يبقى العامل المشترك الأكبر 5، العامل بقى المشترك الأصغر قلنا بناخد كله 7 في 5 في 5. للأسف أغلبكم ناسي يضربهم، عدتها لكم المرة دي، بس المرة الجاية لا هينسى يضربهم، مش هحسبها صح بالمرة، هحسبها كلها غلط. نضرب يعني ايه يا اللي باشا؟ هيسيبها لي 7 في 5 في 5 كده، لا لازم نضربهم في بعض، لازم تطلعوا له مين هو المضاعف المشترك الأصغر.
تمام ماشي. 5 × 5 = 25، 25 × 7 7 × 5 = 35، 5 ومعانا 3، 7 × 2 = 14، 14 و3 17، يبقى الناتج 175. مدرسة فيها 1170 تلميذ موزعين على 26 فصل. كلمة موزعين مش مستاهلة، كلمة وزعة مش مستاهلة إن أي حد يسأل يعني إيه يا مس هعمل إيه، إن هي أجمع ولا أطرح؟ ما أكيد موزعة، يبقى هنقسمهم، هنقسم ال 1170 تلميذ على 26 فصل. طبعا اسم مطولة، ميس هاخد ال 11 ما ينفعش، باخد ال 117. هكتب جدول 26، 26 في 1 ب 26، هلاقي انها رقم شوية كبير، مثلا نضرب 26 في 5 عشان ننجز شوية، 5 في 6 ب 30، وخمسة في 2 ب 10، وتلاتة 13، لا نطلع شوية عند 26 في 4، 4 في 6 ب 24، وأربعة في 2 ب 8، واتنين 10، هي دي اللي هتنفع، 104، ونكتب فوق الأربعة. أنا بشرح بسرعة شوية يا مريم، معلش عشان ده كان امتحان بس، وهما كانوا عايزين يعرفوا الغلطات بتاعتهم، ده مش شرح الدرس. 7 ناقص 4 = 3، 1 ناقص 0 هو الواحد، هننزل اللي عليه الدور مين؟ الصفر، يبقى 130. مين اللي هضربه ومس في 26 يديني 130؟ الخمسة، يبقى هرفع فوق الخمسة وانزل 130 تحت، يبقى الناتج طلع ايه؟ طلع 45 يا عبد الله. يعني عملت صح الحمد لله. اعيد الاسم تاني. شكرا يا بس، المفروض ما تعالى اتكلمش يا عبد الله، اساسا. اعيد الاسم تاني يا عبد الله. لا لا خلاص يا سوري، ميسا الحمد لله مش غلطانة أي غلطة، ففعلا درجة 100 من 100. هاي يا شباب، حد محتاج نعيد أي حاجة في الاختبار ده؟ لا شكرا. مريم محتاجاني أفهمك أي حاجة من اللي عدت دي؟ تمام مفيش مشكلة، تمام. يس، مريم ومحمد ما خدوش اي درس، مش متابعين. مريم انتوا ما بدأتوش لسه، ولسه أول مرة ليكم البداية، ما كنتوش بادئين من الأول؟ بصوا يا شباب، انا قسمت التعبيرات العددية لنوعين، التعبيرات الرياضية، سوري، التعبيرات الرياضية نوعين. ايه هما النوعين؟ التعبيرات الرياضية اول نوع اسمه تعبيرات عددية، والنوع التاني اسمه تعبيرات رمزية. كل واحد بيعبر عنه، يعني كلمة تعبيرات عددية دي بتعبر عنه، وكلمة تعبيرات رمزية دي برضو بتعبر عنه. يبقى أنا عندي نوعين من التعبيرات، تعبيرات عددية وتعبيرات رمزية. طيب يا ميس، إيه هي التعبيرات العددية؟ قلت لكم بيبقى كلها أرقام، يعني ما يبقاش فيها أي مس خالص، أي إكس ولا واي ولا زد، لا ما بيبقاش فيها، وهي كلها أعداد، يبقى كلها أعداد فقط، ما فيهاش غير حاجة غير إنها أعداد. زي لما أقول مثلا 5 × 2 + 1 أو + 3، زي ما أقول مثلا 7 لما أضربها في 1.2 زائد 3.5، زي ما أقول مثلا 8 لما أطرحها من 5.7، كل دي اسمها تعبيرات عددية. ليه؟ لأنها كلها أعداد فقط. لكن التعبيرات الرمزية فيها حاجتين، فيها أعداد وفيها متغيرات. عارفين الأول يعني إيه متغيرات؟ ترجمة
مين يعرف يعرف يعني ايه متغير؟ يعني ايه متغير يا شباب؟ طيب المتغير يا شباب اللي هو الرمز، اللي هو الحرف اللي انا بقدر اغيره. الرقم لو جالك 5 زائد X ما ينفعش تغير الخمسة، هي 5، لكن الإكس ممكن تشيلها وتحط بدلها اي بي واي. يبقى انا عندي هنا الارقام ثابت، لكن الاكس واي زد اي بي الحروف دي كلها اسمها ايه؟ متغيرات. فانا بقول التعبيرات الرمزيه دي بيبقى فيها الحاجتين، متغيرات واعداد. زي لما اقول مثلا 2L ناقص 4Y كده، دي تعبير رمزي. ليه يا مس تعبير رمزي؟ عشان فيها رموز، فيها ايه؟ رموز، فسميناها تعبيرات رمزيه. زي ما اقول 3X زائد 5، زي ما اقول اي حاجه يا جماعه، قولوا لي اي حاجه، 2X زائد 3Y مثلا ناقص 1، اي ارقام. دي كلها اسمها تعبيرات رمزيه. ليه؟ علشان فيها رموز. يبقى فهمنا ايه الفرق بين التعبيرات العدديه، وايه فهمنا ايه الفرق بين الاعداد الرمزيه. هاي يا شباب، مين فاهم يقول لي كده التلخيص اللي انا قلته، ايه الفرق بين التعبيرات العددية وايه الفرق بين التعبيرات الرمزية؟ التعبيرات الرمزية اللي هي بيكون فيها حروف ونقدر نغير فيها أعداد والتغييرات، أما التغييرات العددية كلها أعداد فقط. تمام. في حد عنده مشكلة في الكلمتين دول يا شباب؟ ماشي مش فاهم ايه يا ماشي، محمد؟ بس أنا ما فهمتش قصدك. ما فهمتش؟ طب حاضر تاني. يا محمد، اسم تعبيرات عددية كلها أعداد ما فيهاش رموز. أنت ركز كده، بص إيه الفرق بينهم. هتلاقي إن على الناحية اليمين دي كلها أرقام، لكن الناحية اليسار بيبقى فيها أرقام وحروف، رموز واي زد إكس، بس هو ده الفرق. هاي يا حبيبة، فهمتي حاجة من هنا برضو ولا ما فهمتيش ولا إيه؟ محمد مش عارفة ليه مش فاهم البساطة دي صراحة. يعني انا حاسه جزء بسيط. انا كل اللي قلته ان التعبيرات العدديه ارقام، التعبيرات الرمزيه فيها حروف وارقام بس، ما قلتش حاجه تانية خالص. عدديه من اسمها اعداد، رمزيه يبقى رموز بس، من الاسم نفسه من المسمى. طيب هدي اسئله كده واشوف الناس فهمت ولا لا. ماشي يا مس. بيقولي صنفهم، أول واحدة 3Z زائد 2M، دي تعبير عددي ولا تعبير رمزي يا عبد الله؟ رمزي. معلش ما سمعتش ان في عبد الله. انا اسف. ماشي حضرتك يا مس، دي تعبير رمزي يا مس. خلاص، هي جاوبته. خلاص أنا أقولك سؤال تاني. ماشي، لو قلنا 3 زائد 2.7 يا عبد الله، التعبير عددي. عددي لأنه كله أعداد. ممتاز يا عبد الله. صلى على النبي. 5M ناقص 3 يا حبيبة. تعبير رمزي. رمزي. هاي يا محمد، فهمت ولا هتجاوب ولا ايه؟ فهمت. ماشي، 5 و3 ناقص 1، ده تعبير رمزي ولا عددي؟ عددي. بس اهو ببساطة. يعني ده صعب يا محمد؟ ده تفاهة. يلا يا مريم، نص Z ناقص 4، عددي ولا رمزي يا مريم؟ رمزي. ممتازة يا مريم. يلا يا محمد أخوكي. يلا يا محمد، 3Y عددي ولا رمزي يا محمد؟ رمزي.
رمزي. احسنت يا محمد. اه ما شاء الله، احنا عندنا كده وقت كام محمدات ما شاء الله، محمد حمادة ومحمد مجدي ومحمد ايه، محمد اخو مريم، اسمك محمد ايه؟ محمد محمود. محمد محمود. ايش يلا محمد حمادة، 3 زائد 4 في 2، ده تعبير رمزي ولا عددي؟ عدد عددي. دي فيها يا جماعة مش اكس، في 2. شاطر يا محمد. في مشكلة الكلام ده ندخل على بعضه يا حلوين، متهيألي الكلام ده سهل ومفيهوش أي حاجة صعبة صح؟ ايوه زي الفل. فاهم التعبير الرمزي ده؟ قلنا كمان هنسميه مقدار جبري، يعني يمس كل تعبير رمزي اللي هو فيه الحروف ده هنسميه ايه تاني؟ هنطلق عليه بالمقدار الجبري. يبقى العملية دي بنسميه ايه؟ يبقى المقدار الجبري بيكون من كذا حد جبري او اكتر، لكن لو كان لواحد وكده 3 واي ده مقدار جبري يا مس؟ لا ده حد جبري. اما الاو هو المقدار الجبري، المقدار الجبري بيبقى حد مع حد، كذا حد مع بعض يعني حدين او اكتر. يبقى الحد الجبري اللي هو بيبقى 3 اكس 2 واي، بيبقى مش مجموع عليه حاجة ولا مطروح منه حاجة. لكن لو قلت مقدار جبري يبقى انا كده قلت لك ملحظتين تانيين، ايه هما؟ المقدار الجبري والحد الجبري. الحد الجبري اللي هو 3 اكس واي 2 زد، اي حرف ده حد جبري لوحده. لكن المقدار الجبري بيبقوا كذا حد مع بعضيهم، يعني هجمعهم بقى يبقوا 3 اكس زائد واي او 4 اكس زائد واي زائد زد. يبقى المقدار الجبري بيتكون من حدين او اكثر. يبقى المقدار الجبري اللي هو بيتكون من ايه؟ من حدين او اكثر. يبقى ثاني سمينا ده ايه؟ سميناه حد جبري. اما الايه هو المقدار الجبري يا مس؟ ده كله ده حد وده حد، كل واحد لو لوحده بنسميه حد جبري. لما نجمعهم على بعض سميناهم مقدار جبري. يبقى ايه هو المقدار الجبري؟ اللي بيتكون من حدين او اكثر. تمام تمام يا شباب. يعني انا لو قلت لك كده مثلا 2 اكس زائد 3 واي، مين هيقول لي يا شباب ده مقدار ولا حد؟ ها مين يعرف؟ ارفع ايدين. مقدار ماشي محمد جاوب من غير ما يرفع ايد، مقدار جاب. بس انا قلت اول ما تقول ارفع ايدي ماشي يا محمد صح، ده مقدار جبري. طب قولي مقدار جبري ليه؟ عشان بتتكون من حدين او اكثر. صح بيتكون من حدين فعلا. طيب مش ايه هي الحدود دي؟ الحدين الحد دول حبيبتي اللي هو زي الواي زي الاتنين زد زي التلاتة اكس، اللي هما بيبقوا ارقام لوحدهم كده تمام. بس، فده كده بنسميه حد. فلما يبقوا كذا حد مع بعض بنسميهم على بعض ايه؟ مقدار جبري. تمام طيب بصوا غالبا يعني فاضل له قد ايه ويفصل 5 دقايق، يعني خلينا نكمل ال5 دقايق ولا نفصل وبعد كده ندخل تاني؟ بصوا يا شباب هنفصل وندخل تاني عشان هيفصل بعد 5 دقايق، خلينا نكمل عشان الباقي احسن.